الحمد لله على سلامتك اولا. الله يسلمك. الناس عايزه تطمن عليك وتعرف ايه الازمه الصحيه اللي حضرتك عديت بيها الفتره اللي فاتت. هي ازمه بس الحمد لله، وانا بشكر كل اللي سالوا عليا واللي ما سالوش عليا. بسال برضو الاشرف زكي والجهاز المعاون نقيب الممثل. الحمد لله الحمد لله. مين ما سالش عليك؟ التعب اللي كان عند حضرتك، كان عندك مشكلة في القلب. في القلب فيعني الحمد لله ركبت جهاز يعني هيبقى كويس يعني ان شاء الله. هل كان عند حضرتك فعلا مشكلة في الفلوس الخاصة بفترة العلاج؟ يعني الفلوس الخاصة خلاص صرفت، خلصت كل الفلوس يعني على العلاج. فطبعا اشرف زكي عمل اللي عليه، وابتدى بقى يعمل له يكلم احمد حلمي، يكلم طارق لطفي، يكلم عشان يساعده في محمد هنيدي، احمد ادم، يعني كده. وبعدين يعني خلاص فتره العلاج دي انتهت ولا لسه حضرتك محتاج؟ لا يعني تاني علاج. يعني انا لسه يعني لسه شويه بس يعني انا خفيف دلوقتي الحمد لله. بس انا اللي عرفته انه تقريبا حضرتك محتاج في عمليه او في حاجه محتاج تعملها تاني بره. لا خلاص خلاص كده. ما هي كان الدكتور مجدي يعقوب كان هو قال للدكتور حلمي انه يعني هيغير قلب. فقال له لا ما مش محتاج قلب. الحمد لله. حضرتك بتقول لي انك في فتره المرض صرفت كل الفلوس اللي معاك. حضرتك عايش منين دلوقتي؟ لا ما انا عايش حمد ربنا الحمد لله. وبعدين ستكم بتشتغل حاليا دلوقتي يعني مسمى عراقي ومصري. يعني اتنين موسم. امتى حضرتك بدأت في السيركم؟ يعني بقالي بتاع 10 ايام كده بدأت فعلا.